عيسات واحدة من بين 300 طالب موريتاني يدرسون في المغرب في تخصصات علمية مختلفة. حالت ظروف إغلاق الحدود بين موريتانيا والمغرب التي فرضها كورونا دون التحاقه مجددا بمقاعد الدراسة. عيسات تخرج كل يوم إلى وزارة التعليم العالي لحث الحكومة الموريتانية على إيجاد حل للمشكل الذي تعاني منه مع المئات من زملائها. أنا هنا بوصف المتحدثة باسم الطلاب الموريتانيين الدارسين في المغرب والذين يتواجدون حاليا في موريتانيا، حيث لم يستطيعوا الالتحاق بمقاعد الدراسة والمشاركة في الامتحانات المتوقع إجراؤها خلال الشهر القادم. نطلب من الوزارة الوصية ووزارة الخارجية أن تجد حلا سريعا للمشكل الذي يعاني منه 300 طالب موريتاني يتابعون دراستهم في المغرب. ويتهم بعض الطلاب وزارتا التعليم العالي والخارجية الموريتانيتين بالمماطلة في تسوية مشكلهم، ويطالبون بضرورة التحرك الفوري لضمان مشاركتهم في الامتحانات المتوقعة نهاية الشهر الجاري. المنظمات الحقوقية وداعين حد بري قد يضغط على الدولة تحل المشكلة، وداعين الدولة قاع من راسها على باطل تلتفت المواطنين والطلاب اللي هما جيل المستقبل، هما اللي يبنوها مستقبلا، تعود زاهده فيهم. معنى انا مالي طالب هم مستقبلا بشي، لا ما يشوف عليهم اللي يعودوا ما هم مواطنين، ما يتحلوا بالوطنيه ولا عاد يخطروا عنها دوله اخرى اللي زرقتهم وقتهم فاصلين فيها وشاكر. لا يخفي الطلاب الموريتانيون الذين منعتهم الظروف من الالتحاق بمقاعد الدراسه في المغرب تخوفهم على مستقبلهم الدراسي ما لم تتخذ الحكومه اجراء عاجلا ينهي معاناتهم ويحقق لهم الوصول الى جامعاتهم ومعاهدهم.